نشرة الأخبار. مستمعين الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. هيئة الانتخابات تؤكد استحالة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية لأنها أحكام مرتبطة بشرط البطاقة عدد 3. اليوم انطلاق الاكتتاب في القسط الثالث للقرض الرقاعي الوطني. وفي العالم، واشنطن تلوح بالانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين. أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم في بلاغ لها بأنه ثبت لديها قطعا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص الطعون المقدمة إلى الجلسة العامة القضائية للمحكمة من طاعنين بخصوص ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين. وأوضحت أن هذه الأحكام موقوفة بشرط ثبوت من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات، مضيفة أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الأجل القانوني. وأكدت الهيئة أنها اطلعت على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 27 و29 و30 من أوت الماضي، والتي تم الإعلام بها خارج الأجال القانونية وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، وتتضمن العياشي بن عبد الحميد زمال وزهير بن محمد الصالح المغزاوي و قيس بن المنصف سعيد. أكد رئيس الحكومة كمال المدوري لدى لقائه نائب رئيس مجلس الدولة الصينية دينغ شيو شيانغ بالعاصمة الصينية بكين أن تونس تتطلع إلى أكثر انسيابية ومرونة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية مع الجانب الصيني. وشدد رئيس الحكومة على أن تونس ستوفر الأرضية المناسبة للاستثمار الصيني، لا سيما في ظل توفر عديد الحوافز المتعلقة بالاستثمار لتشجيع الشركات الصينية على الانتصاب. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دعم بلاده لتونس ورغبتها في إتمام المشاريع المبرمجة في بلادنا على غرار جسر بنزرت ومحطة توليد الطاقة الشمسية والفوتوضوئية، إضافة إلى توسيعة مستشفى صفاقس الجامعي وإنشاء مستشفى علاج الأورام بجابس. وأفاد في السياق ذاته بأن الصين تولي اهتماما بالغا لإنجاز المدينة الصحية بالقيروان، داعيا إلى إنجاز دراسات الجدوى لهذا المشروع الهام. ويشارك رئيس الحكومة في أشغال المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي الذي ينعقد بداية من يوم غد بالعاصمة الصينية بكين ويتواصل حتى 6 سبتمبر الجاري. المنتدى الذي ينتظم بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية سيبحث تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدول الإفريقية والصين عن أبرز مميزات العلاقة بين الصين والبلدان الإفريقية وضرورة تركيز تونس على استقطاب الاستثمارات الصينية خاصة في مجال للمشاريع الكبرى. يتحدث أستاذ القانون البنكية محمد الخيلية. تونس عندها أهمية قصوى في المبادرة هذه على خاطر هي بوابة إفريقيا بالنسبة للصين، نظرا لموقعها الجغرافي تونس بحاجة للصين، الصين زادة بحاجة لتونس، وهذا ما يفسر التعاون الثنائي اللي تم من 2018 على هامش مبادرة الحزام والطريق، المنطلق اللي تمشي به الصين مع البلدان الإفريقية عكس منطلق اللي تمشي به بعض الدول الغربية، منطلق ربحي ربحي. اليوم تونس عندها فرصة خاطر هي شريك للصين على واجهتين عبر المنتدى الصيني العربي والمنتدى الصيني الإفريقي. اليوم يلزم نستقطبوا العملاق الصيني باش يستثمر في تونس باش يكون شريك مع رجال أعمال تونسيين، وعلاش لازم شريك مع الدولة عبر معناها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لبناء منشآت تكون على مدة عدة سنوات ومن بعد تسترجعها تونس، خاصة للمشاريع الكبرى كما تهيئة المواني، تهيئة الشبكات الحديدية.
انطلق اليوم الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 24 و2000 الذي حدد مبلغه ب 700 مليون دينار قابل للترفيع ليتوصل إلى 11 من سبتمبر الجاري. يذكر أن الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لسنة 24 و2000 مكن من تعبئة 1.444 مليار دينار، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206%. أعدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برنامجا خصوصيا لمراقبة المطاعم والمحلات في الوسط المدرسي والجامعي لحسن تأمين السنة الدراسية والجامعية الجديدة. المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي بيّن للإذاعة الوطنية أن عملية مراقبة المنتجات الغذائية تمر بسلسلة كاملة تشمل الاستقبال والتخزين والإعداد والتخزين ما بعد الإعداد والتأشير. ثم طريقتين في العمل، الطريقة تمشي مباشرة للمادة الحاضرة، وهذه طريقة الحقيقة نوعا ما ديباسي، لأنه أنت باش تمشي تراقب فما بروسيسوس كامل، وهذايا اللي تلافاها القانون، لأنه القانون القديم نمشيه في زيارة فجائية تاخذ عينة وتحكم عليها، ولكن القانون الجديد اللي من خلاله تم إحداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اللي باش تمشي أنت تقيم وضعية معينة في مطعم او في اي محل يتعاطى المواد الغذائيه، بروسيسوس كامل، الاستقبال من التخزين، هي من الاعداد، من التاشير، هي من التخزين ما بعد الاعداد، هي من التوزيع، يعني هي تاخذ بعين الاعتبار اكل البرنامج نتاع المراقبه الذاتيه. انت كمباشر او كمزدي خدمات شنو عملت باش تحسن وباش تضمن هك النوعيه؟ هذه ما تنجم تكون كان من خلال هك ارسال برامج نتاع المراقبه الذاتيه، تحلل وحدك، تعمل عقود مع مختبرات إلى غير ذلك، تعملك الدلائل المثلى، تحترم الدلائل أو تحترم الممارسات الجيدة إلى غير ذلك. وبين محمد الربحي أن نظافة محيط المطاعم واستجابتها لشروط الصحة عنصر هام في عملية التقييم. انت وقت اللي باش تمشي في اطار عمليه رقابيه، انت ماكش تقيم كان الاكله فقط من المحيط، معناها انت المطعم طبيعي انت وقت اللي المؤسسه هذه اللي تقدم اكلات وقت اللي تبدا مجاوره لها عده نقاط سوداء ما تمثل خطر، سواء كان في علاقه بالحشرات، بالروائح، الى غير ذلك، طبيعي باش معناها هذه داخله في الاطار. مرات تمشي المطعم جامعي او اي مطعم او اي محل مفتوح للعموم، معناها تقيم الوضعيه الداخل وقت تبدا الوضعيه الداخل مريحه وهك الفضلات قريبه، طبيعي جدا باش تاثر على مستوى التقييم. وبيّن المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي أن الهيئة وضعت رقما أخضر على ذمة المواطنين 80106977 للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو تشكيات. أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي خلال تدخله في برنامج المشهد الآن أن أسعار المستلزمات المدرسية سجلت هذه السنة ارتفاعا بين 10 و12% رغم استقرار أسعار الكتاب المدرسي والكراس المدعمة. وجدد الرياحي الدعوة إلى توحيد قائمات المستلزمات المدرسية بهدف السيطرة على الأسعار ومنع البيع المشروط. بشكل عام على الاسعار خاصه في العرض المدرسي تم زياده تقارب الى 10 و12% مقارنه السنه الفارطه رغم استقرار الاسعار في الكتاب المدرسي وفي الكراس المدعمة. نرجع لسوق التجاره الموازيه نشوفوا فارق في الاسعار ما بين التجاره الموازيه وما بين الفضاء المنظم، هنا نلقاو فارق كبير، وهذا ما يجرنا على التعريج على الارباح المشتته اللي قاعدين نشوفوا فيها في التجاره المهيجه. وهنا زاد كيف يلزم على ذلك كما نقولوا نحن تحديد على سقف لهامش الربح في جميع المنتوجات، وبالتالي باش نجموا نسيطروا على الاسعار. المطلوب هو توحيد القوائم، وهناك يقولوا توحيد القوائم راهو مفصلي في التحكم في الكلفه نتاع العوده المدرسيه. في توحيد القوائم معنا زاد كيف الاخر كونه نبعدوا على البيع المشروط خاصه في الكراسي المدعم. نحن كي نعمل توحيد القوائم نعرفوا كيفاش بالضبط استهلاكنا من كراسي مدعم ويتعطى كراسي مدعم مع الكتاب المدرسي.
أكد الكاتب العام للجامعة العامة لتعليم الأساسي نبيل الهواشي أن الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها الأساتذة والمعلمون للمطالبة بتحسين وضعيتهم المادية والقطع مع التشغيل الهش ستكلل بتحرك وطني أمام مقر وزارة التربية يوم 11 من سبتمبر الجاري. جملة من المطالب التي يعتبرها القطاع مطالب مثالية، ومنها تفعيل محاضر الجلسات وتفعيل الاتفاقيات، ومنها القطع مع التشغيل الهش، تحسين الوضعية المادية للمربيات والمربيين عبر طرح المطالب ذات الصبغة المالية على طاولة المفاوضات بيننا وبين وزارة التربية، من أجل طرح جملة من الإشكاليات والعناوين والقطاعان معا الثانوي والابتدائي بما فيها من الإشكال الهش للتشغيل. وسينتهي هذا المسار النضالي بتحرك الوطني أمام وزارة التربية وذلك يوم 11 سبتمبر. عرفت الغرفة الوطنية لمؤسسة الخدمة الصحية خلال ندوة صحفية اليوم بمؤتمر السياحة الطبية العالمية الذي ستحتضنه دبي في نوفمبر القادم، وستشارك تونس ضمن فعاليته كواحدة من بين أفضل 8 وجهات سياحية علاجية في العالم. رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسة الخدمة الصحية غازي المجبري قال في تصريح لمريم الغربي أنه سيتم خلال هذه التظاهرة تكريم 10 فاعلين في قطاع السياحة العلاجية في تونس. المنظمين متاعوا باش يسلطوا الأضواء على 8 وجهات سياحية من الصنف الممتاز في وسطهم تونس، وهالوجهات هذه تركيا، الهند، إمارات، ماليزيا، تايلاندا. خلال هذا المؤتمر سيكرم 10 فاعلين من القطاع الصحي في تونس، هم المصحات، مراكز النقاهة، هم وكالات تيسير والمساعدة الصحية، شركات نقل المرضى، أهم تقريب الاختصاصات اللي باش تشارك. الحدث الثاني اللي باش يصير في تونس في ديسمبر، واللي هو حاولوا نكرم فيه ونعترفوا بالجميع لفاعلين ووصلوا تونس إلى ما هي فيه توا من إنجازات، باش الغرفة والجامعة خممنا بأنه نقول لهم شكرا في نطاق حدث على هامش المؤتمر الإفريقي للصحة اللي أيضا تنظموا الغرفة متاعنا، وباش تكون فيه تقريبا 20 فاعل، وفما لجنة تحكيم باش تسند جوائز لأهم الفاعلين. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتقى مساء اليوم 7 فلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة قصف طيران الاحتلال كلية نماء في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 33 منذ فجر اليوم. من جهتها المقاومة الفلسطينية واصلت التصدي للتوغل الصهيوني في مختلف مناطق القطاع، وبثت سرايا القدس ما شهد قنص جنديين صهيونيين بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام في محور التقدم بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد مقاومان برصاص وقذائف قوات الاحتلال في ضحية طول كرم، بالإضافة إلى استشهاد طفلة فلسطينية في بلدة غرب جنين، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة منذ بداية الحملة العسكرية الصهيونية عليها قبل نحو أسبوع إلى 34 شهيدا. كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين خلال الاشتباكات، بينهم 4 صحفيين استهدفوا بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال غربية جنين. من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في حركة حماس أن الولايات المتحدة لوحت بالانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين. جاء ذلك في وقت جدد فيه بنيامين نتنياهو إصراره على إبقاء قوات الاحتلال على طول الحدود مع مصر بالرغم من رفض القاهرة ذلك قطعيا. متابعة لهذه المستجدات وغيرها في التقرير التالي مع وجه النمرة. كشف مسؤول في حركة حماس شارك في المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل أن الولايات المتحدة لوحت بالانسحاب من المفاوضات في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين، وحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن فشل المفاوضات حتى الآن من خلال رفعه سقف مطالبه وطرحه شروطا جديدة، لا سيما فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى وبقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وممر نتسليم. شروط أكد رئيس حكومة
الاحتلال نتنياهو تمسكه بها، معتبرا أن تحقيق أهداف الحرب على غزة يمر عبر الإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ملمحا في الوقت نفسه إلى أن تسليح حركة حماس يتم عبر الحدود المصرية. اتهام رفضته مصر، مؤكدة أن تصريحات نتنياهو محاولة لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وتبرير سياسة حكومته العدوانية، وهي تهدف إلى عرقلة جهود الوسطاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يتيح تبادل الأسرى. في غضون ذلك، رحبت العديد من الدول بقرار بريطانيا تعليق جزء من تراخيص تصدير أسلحتها إلى الكيان الصهيوني، وصفة إياه بالقرار الصائب. في المقابل، اعتبر نتنياهو هذا القرار قرارا مشينا، مشيرا إلى أنه لن يغير من عزم إسرائيل على إلحاق الهزيمة بحركة حماس. وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكد أن الحكومة البريطانية اتخذت هذا القرار بسبب وجود خطر واضح من إمكانية استخدام إسرائيل الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هيئة الانتخابات تؤكد استحالة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية لأنها أحكام مرتبطة بشرط البطاقة عدد 3. اليوم انطلاق الاكتتاب في القسط الثالث للقرض الرقاعي الوطنية. وواشنطن تلوح بالانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.